موجز إخباري جديد لآخر وأهم الأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية البدء في تطبيق قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية بدءا من الثلاثاء المقبل. وقال خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية إن جميع المحال العامة التجارية باستثناء المطاعم تفتح من 7 صباحا وتغلق في 11 مساء صيفا والعاشرة مساء شتاء، على أن يتم زيادة توقيت الغلق يومي الخميس والجمعة والأجازات الرسمية لتغلق في 12 صيفا و11 شتاء. رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا دعوى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب بإلغاء نتائج الانتخابات، وطالب ترامب في دعوته تجميد قرار قضائي بالمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات في ولاية بنسلفانيا. صرح مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية تمكنت حتى الآن من تحديد 6 من المشاركين في فيديو التنمر والإساءة للاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث جرى التوصل لهويتهم بعدما ظهروا بالكاميرات في إحدى ميادين الأقصر وهم يحملون كلبا أسود يرتدي قميصا أبيض ويهتفون باسم اللاعب، حيث قاموا بتصوير الواقعة عقب انتهاء مباراة فريقي النادي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما أثار غضب المشجعين والذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.